بعد تجاوز الرسول المنافس وولسول في الدور السابق، كانت رحلة وستام لملاقاة مانشستر يونايتد محفوفة بالمخاطر. كان لدى أليكس فيرغسون مدرب مانشستر رغبة جامحة الفوز بالبطولة التي خرج منها العام الماضي، بينما كان نظيره هاري ريدناب قلقا بسبب الإصابات، استبعد ويز براون، بينما شارك غاري نيفل مع مانشستر يونايتد الذي أشرك شيرينغهام وكول في خط الهجوم. كان لاعب وستام ستيف لوماس وتريفر سينكلير يعانيان من الإصابات، بينما كان ريغوبرت سونغ وتيتي كامارا يشاركان مع منتخبهما، وشارك ستوارت بيرس بعد عودته من الإيقاف، وعاد ديفيد بيكام بعد أن تمت إراحة مباراة يونايتد السابقة، وكانت جوكول ابن 19 عاما مؤثرا بالنسبة لوسام. انطلقت المباراة، وهذه المباراة تحديدا في 28 من شهر يناير عام 2001 في الدور الرابع، مان يونايتد على يسارك وسام على يمينك. هذا السيد هاري ريدناب مدرب وسام، هذا ديكانيو، باولو ديكانيو، لا تزال الكرة معاه، ايضا لا تزال الكرة معاه، وخطأ على رايان جيكس. ديكانيو مرة أخرى، حلوة يلعبها لكانوتي، ديكانيو مرة أخرى، كانوتي، يا سلام يا كانوتي، يحاول يلعبها لكول، توصل لك كارك، حلوة يا كارك، والتسديدة خارج الملعب. حلوة المحاولة من وسام، حركت الجماهير شوية، جماهير وسام بالفعل، لأن جماهير مانشستر كانت حاطة ايدها على قلبها من هذه الكرة. اوه مو معقول هذه الفرصة، يا اسلب، شوف عاد الكرة هذه الكرة تيلي، لكن اسلب لحسن حظه كان في تغطية دفاعية. شيرينغهام يفتح اللعب ناحية رايان جيجز اللي مغطي معاه شمر، يا سلام يا رايان جيجز، يا سلام على هذه اللعبة الجميلة وحلوة، لكن تتخلص وكل ورزية خارج الملعب. الله، لو هذه الكرة كانت في المرمى، شوف هذه اللعبة الجميلة من رايان جيجز. سلام سلام، حلوة من الولزي رايان جيجز. تبقى النتيجة 0-0، والسير أليكس فيرغسون، نيفل، إيروين، روي كين، نيفل، بيكهام، كول، حلوة يا سلام، 1-2 مع رايان جيجز، توصل لكول، لعبة عرضية تتخلص على طول، تعود مرة أخرى جيجز، 1-2 مع شيرينغهام. أوه مانشستر أفضل، شوف هذا سيلفستر، لكن حلوة بين الاثنين، جيجز وكول، جاري نيفل، 1-2 مع شيرينغهام. أوه تدخل عنيف كان مونتربورن، وخطأ في مكان بالتأكيد ديفيد بيكام هو اللي بينفذ، ورايان جيجز ربما هو الأقرب لأنه بالشمال تكون أفضل، لكن بيكام ولا جيجز؟ بيكام، والتسديدة يخلصها ببراعة، اسلب يا اسلب، حلوة من الاثنين، حلوة من الفتى الجماهيري ديفيد بيكام، واحلى من الاسمراني الحلو اسلب، وتبقى النتيجة 0-0. الدور الرابع من كاس انجلترا، نلعب الان في الشوط الثاني. وسام على يمينك مان يونايتد، وسام على يسارك مان يونايتد، على يمينك جيجز، تتخلص على طول من ثينن، توصل لسيلفستر، روي كين، غاري نيفل،
مانشستر هو اللي ماسك الملعب اكثر. هذه حلوة ما فيها شيء. فينن مرة اخرى، فينن مرة اخرى. شوفه 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 ما فيها شيء. وشيرينغهام لكن فينن في المكان المناسب، مو راضية تلبس مع مان يونايتد حتى الان. كرة تتخلص من ستام، روي كين، غاري نيفل، ديفيد بيكهام. غاري نيفل كرة في مكان خطر جدا على مان يونايتد، وضغط من لامبارد، والكرة في النهاية رمية تماس لوسام. حلو الضغط على السيد هاري ريدناب مدرب وسام يونايتد. رمية تماس تتنفذ، كانوتي سلام عليك يا ولد، هي حلوة لكارك ايضا، واحد اثنين مع لامبارد، وبرافو يا بارتيز. رد سريع من وسام على فرصة شيرينغهام. كرة طويلة في الامام من غاري نيفل لكول، حلوة من عندي كول، كول ويخلصها اسلوب. اوه مو معقولة يا شيرينغهام، المرمى خالي. شوف 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 عندي كول، وشوف يا يا والله من حقك يا سير أليكس فيرجس. كرة توصل الان شمل لديكانيو، تتخلص، تعود هجمة مرتدة الان مان يونايتد. ديفيد بيكهام يلعبها بشكل سريع لاندي كول، اندي كول. مباراة مثيرة حلوة سريعة، توصل ريكين، ريان جيجز، جيجز ويسلب على دفعتين. حلوة المباراة، حلوة المباراة. شوف ريكين معصب، معصب على ريان جيجز، يقول له انا موجود، انا بالمكان المناسب. كول اللاعب الشاب 19 سنة فقط عمره، في مواجهة مع منو؟ مع روي كين وستام، والتسديدة بارتيز وكانوتي، لكن بارتيز برافو. حلوة، شوف هذا جو كول، وشوف كانوتي المهاجم الافريقي. شوف 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 بارتيز، يا سلام، حلوة اللمسة الثانية من بارتيز. شو يفكر فيه السيد ريدناب؟ تعادل سيد الموقف. كارك توصل الان لجو كول، والله كول اليوم كول. هذه كرة الان مع الشمل كانوتي، حلوة ما فيها شيء. ديكانيو ديكانيو ديكانيو، يا يا بارتيز شو تسوي؟ ما لك شغل بالحكم. باولو ديكانيو الكابتن، اللاعب الايطالي، يسكت جماهير مان يونايتد في ملعبهم، ملعب اولد ترافورد. شوف 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 ما فيها شيء. وبارتيز واقف يأشر، تأشر المنو، خلاص مانشستر يونايتد اوت، ووسام يونايتد ان. سيكون انتصار تاريخي وشهير لمنو؟ لوسام. على منو؟ على مان يونايتد. هذه كرة والرأسية من سولشاير البديل، وعرضية، اوه ما في متابعة. شوف اهلي جنر سولشاير شكله يقول وينهم. شوف بارتيز وين رايح، وكول، والصافرة النهائية، وانتصار لا ينسى لوسام يونايتد على مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. وسام يفعلها ويعملها الليلة، ويخرج مانشستر يونايتد من الدور الرابع من كاس انجلترا. لم يفز وسام يونايتد بهذه البطولة منذ فترة طويلة، ويكافح الان مع فرق اقل شانا، لكن عندما يكون في مستوى المعهود كما شاهدنا فانه يستطيع هزيمة اي فريق. نامل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، الى ان نلتقي، تقبلوا تحياتي عبد العزيز عطية، والى اللقاء.